افتتح الفريق أو الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الجديد في حي المحادير بمدينة خليفة، وذلك بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وكبار ضباط الحرس الوطني. وجاء افتتاح السوق بهدف توفير مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية لمنتسبي الحرس وبأسعار تناسب جميع الفئات المتواجدة، وذلك ضمن السياسة التي تنتهجها رئاسة الحرس الوطني في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، إضافة إلى الدور التنموي الشامل الذي تقوم به رئاسة الحرس الوطني في جميع المجالات الإدارية والعسكرية. كما تفقد الفريق أو الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني عددا من الوحدات السكنية للضباط والأفراد، مهنئا سموه المستفيدين من هذا المشروع الإسكاني. وبهذه المناسبة تقدم سمو رئيس الحرس الوطني بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه على رعاية جلالته الدائمة وتوفير الحياة الكريمة لمنتسبي الحرس الوطني وعائلاتهم، والذين يحظون بالدعم والمساندة من لدن قائدنا الأعلى أيده الله تقديرا لعطائهم المتواصل في أداء الواجب وصون الأرواح والممتلكات والحفاظ على منجزات ومقدرات الوطن.